تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 357 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجيه، تمكنت وزاره الداخليه من ضبط اكثر من 140 طن سلع غذائيه من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكرونه، وكذلك ضبط 3400 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعمه، وضبط ما يزيد عن 113 طنًا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه. فضلا عن ضبط عشره اطنان اسمنت في مجال حجب مواد البناء